ملحوظة كمان، ده معناه إنها بتفضل جوه الأوضة طول ما انتوا نايمين، صح؟ لا، هي الفجر بتطلع تتمشى وترجع لوحدها. هو انت عايز مننا ايه بالظبط؟ مالك؟ في ايه؟ ما هي اكيد بتبقى قاعده في الاوضه يا اخي. يا تيواري انا عايزك تهدى خالص، ها؟ بما انها بتبقى في الاوضه طول الليل يبقى السؤال وعايز اجابه، ليه هي معايا؟ اكيد نسينا الشباك ودخلنا قرد خدها وخلع، والقرد يبقى انا. انا دخلت وخدت الفازة من غير ما حد يحس. الكلام ده بجد؟ انت دخلت أيوة. عندنا الأوضة؟ طب ما صحتناش ليه؟ أنجوري أنا كنت جاي أسرق مش أعمل حفلة. طيب على الأقل كنت تصحيني، كنت هعمل لك كوباية شاي. شكر قوي. طب المرة اللي جاية أكيد. ماشي. هو تيواري مش كان عمال يزعق ويقول أنا نومي خفيف جدا وإن لو إبرة وقعت على الأرض بصحى فورا؟ وانتي قلتي زيه، فاكره ولا لا؟ فعلا انا قلت. انا دخلت الاوضه امبارح بالليل، سرقت الفازه الحمراء وفضلت ارقص شويه، بعدها خرجت من الشباك وانت ضايع رايح في سابع نومه وبتغني زي الطور. مفيش حد فيكوا اتحرك يا انجوري، وكل ده ولا حد دريان. ماشي يا اخي، انا كنت تعبان ونايم نوم عميق شويه، تعالى يوم تاني يلا. بطل حاجك بقى، الخمسمائة روبية يلا. وانت فاكر يعني ان هما في جيبي؟ هاتي 500 روبية من جوه. هجيبهم. حاضر، مبروك عليك. ها. بجد بجد طيبة جدا مراتك، بجد مش معقول. طيب ما علينا، خلينا نرجع لمرجعنا. عمال تتباهى وتقول لي انك مصحصح طول الوقت ومفيش حاجه ممكن تحصل من وراك. ايه رايك دلوقتي؟ دخلت اوضتك وانت ولا هنا. طب بطل رغي وخد ال 500 روبيه وامشي. المره اللي جايه فكر كويس يا تيواري واعرف بتكلم مين. انا بعمل حاجات ما تعرفش تتخيلها. مش معقول كده انا هفضل اكسبك على طول. انا مش فاهم هي بتعمل ايه كل ده فوق. انت يا انجوري يا نهاري. الحقني يا تيواري، الحق. في مصيبه، في مصيبه. مالك؟ مصيبه ايه؟ هقول لك يا تيواري، هقول لك. انت طلبت مني اجيب 500 روبيه من الخزن، طلعت فوق واول ما فتحتها انت فاكر العقد اللي كان جايبهولي ابويا ب 500,000 روبيه يوم فرحنا؟ العقد شكله كده اتسرق. يا اختي.